وللتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي من صيدا مدير المركز اللبناني للأبحاث والاستشارات السيد حسن القطب. سيد حسن، مرحبا بك معنا. أهلا بكم. إن كانت لندن نفت احتجاز إيران الناقلة باسفيك في بحر العرب، هل هذا يعني أن خطر الإيرانيين في بحر العرب ما زال قائما أم لا؟ وكيف تتوقع أن يقف المجتمع الدولي أمام هذا الخطر؟ طبعا الخطر الإيراني لا زال موجودا، وإيران سبق لها أن قامت بضرب ناقلات نفط، ومؤخرا قامت بتفخيخ بعض الناقلات وتفجيرها بشكل محدود لتوجه رسالة للمجتمع الدولي بأنها قادرة على إيقاع أضرار حقيقية بالاقتصاد العالمي عبر استهداف ناقلات النفط التي تنقل الوقود إلى الدول الغربية ودول جنوب شرق آسيا التي يستند اقتصادها على هذا النفط الذي يمر عبر مضيق هرمز. إيران لا زالت تسير على حافة الهاوي. إيران لا تملك رؤية تقدمها للمجتمع الدولي لمعالجة الأزمة التي تعيشها جراء صراعها أو خصومتها مع الولايات المتحدة. لا زالت تحاول التصعيد في محاولة لمواجهة التصعيد بالتصعيد، وهذا غير ممكن، وهذه سياسة غير واقعية مع تفاوت وتباين مستوى القوة ما بين الولايات المتحدة وقدراتها الحقيقية سواء اقتصاديا أو عسكريا، ومع حجم الدور الإيراني في المنطقة ومع قدراتها التي تتضاءل مع تفاقم العقوبات الأمريكية على الاقتصاد. إذن كيف نفسر سيد حسان أنه رغم هذا الخطر الذي تسببه إيران في الممرات البحرية في منطقة الخليج، إلا أن تعامل الغرب معها لا يزال ناعما كما يعتقد مراقبون؟ كيف يمكن تفسير ذلك؟ المجتمع الغربي لا زال يحاول استيعاب الصراع وتجنب الانخراط في حرب حقيقية تشنها الولايات المتحدة على إيران، أو أن تتورط إيران في حرب مدمرة مع الولايات المتحدة، مما يترك آثارا سلبية على الاقتصاد العالمي، خاصة إذا تم استهداف المنشآت النفطية في المنطقة. لكن إيران لا تترك مجالا للتفاهم مع تصاعد مواقفها العدائية ومع تعديد تهديداتها المتواصلة. وبالأمس أطلق أحد قادة الحرس الثوري بيانا أعلن فيه أن إيران قد استنسخت قوى البسيج في دول عربية متعددة لتكون دعما لإيران في مواجهتها مع الدول الغربية. في العراق هناك تصرفات حادة بمواجهة الولايات المتحدة والدول العربية، الطائرات المسيرة التي تطلقها إيران عبر الحوثيين باتجاه المملكة العربية السعودية دليل آخر على أنها غير مستعدة للحوار والتفاهم مع المجتمع الغربي كما مع المجتمع العربي. والساحة العربية دائما تتخذها إيران ساحة لتظهير مواقفها أو قدراتها في وجه المجتمع الغربي لتصعيد مواقفها. في ضوء ما تفضلت به، ولا سيما التصريح الأخير لمستشار خامنئي الذي قال أن بلاده سترفع تخصيب اليورانيوم بنسبة 5%، هل يأتي هذا التصريح تأتي قراءته ضمن السياق الذي تفضلت به من رفع الوتيرة لدى إيران؟ نعم، هذا ما أعلنت عنه إيران عندما قالت أن عدم تجاوب المجتمع الغربي والدول الأوروبية مع مطالبها بتخفيف العقوبات والجلوس على طاولة الحوار معها تحت شروطها هي، أي الدولة الإيرانية، دفعها هذا إلى رفع مستوى التخصيب ومن ثم الانتقال إلى إنتاج المزيد من الماء الثقيل. إيران تريد الجلوس على طاولة المفاوضات تحت الشروط الإيرانية نفسها، وليس لمواجهة الطلبات أو المطالب الغربية وعلى رأسها ما تقدمه الولايات المتحدة من شروط بخصوص المشروع النووي الإيراني والصواريخ البالستية ودعم الميليشيات المؤيدة لإيران في المنطقة تحت ما يسمى مكافحة الإرهاب. إيران بهذا التصعيد تضع نفسها في مواجهة حقيقية مع المجتمع الدولي، خاصة أن روسيا التي تستند إليها إيران، وهذا موقف غير منطقي وغير موضوعي بعد القمة التي عقدت في القدس بين مستشاري الأمن القومي في روسيا والولايات المتحدة وإسرائيل، وتدارسوا مستوى مواجهة إيران في المنطقة وتخفيض أو الحد من حضورها على الساحة السورية والساحة العربية، كما أن الصين مرارا نصحت إيران بعدم الخروج من الاتفاق النووي وعدم مخالفة شروطه، رغم من أن الصين لا زالت تستورد النفط الصيني إلا أن إمكانيات الاستيراد من أماكن أخرى ممكنة، ولن تدخل الصين في صراع مع إيران مع الولايات المتحدة من أجل إيران،
خاصة إذا عرفنا أن الأسبوع المقبل. إذا ما الخطوة القادمة، وخاصة في ضوء دعوة واشنطن لوكالة الطاقة الذرية للاجتماع لدراسة انتهاك إيران للاتفاق النووي، الخطوة التالية باعتقادكم؟ الخطوات الإيرانية التي تعتبر غير مدروسة وتساعد الولايات المتحدة على تشديد العقوبات قد تؤدي إلى مزيد من العقوبات على إيران، وبالتالي توسيع إطار التحالف الدولي لمواجهة الخطوات الإيرانية، وصولاً إلى أن يتم إلى أن ينشب حرب حقيقية في المنطقة لكبح جموح السياسات الإيرانية. يعني تتوقع أن تكون هناك مواجهة عسكرية في لحظة ما؟ إذا استمرت إيران في هذا التصعيد قد نصل إلى هذه الحالة، لأن تشديد العقوبات على إيران يضعها في موقف حرج داخلياً كما خارجياً، خاصة إذا عرفنا أن أدوات إيران في الخارج أصبحت في وضع صعب نتيجة عجز إيران عن دعمها مادياً وعجز إيران عن مواجهة التضييق الغربي على اقتصادها، وهذا ما يجعلها سوف يدفعها إلى ارتكاب المزيد من الأخطاء واتخاذ المزيد من القرارات المتشددة التي لابد أن تؤدي إلى نشوء صراع حقيقي قد يصل بنا إلى حرب مفتوحة بين إيران والدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة. هل سيتم ذلك باعتقادكم من خلال يعني مواجهة مباشرة مع إيران، أم أن هناك خيارات أخرى قد تكون لدى أمريكا والغرب؟ إيران سوف تسعى إلى أن تضغط عبر أدواتها أو عبر بعض العمليات المحدودة بشكل أن لا تصل إلى مستوى حرب مفتوحة، ولكن الغرب أصبح مستعدا أو يستعد لمواجهة مفتوحة في حال اضطر إلى ذلك. لن يستطيع المجتمع الغربي التهاون مع إيران أكثر من ذلك، والصبر على مواقفها العدائية وتصريحاتها المتشنجة التي تترك آثارا سلبية على الاقتصاد العالمي، خاصة مع تهديد إيران بإغلاق الممرات النفطية وتحديد هرمز أو استهداف المنشآت النفطية في منطقة الخليج وعلى رأسها منشآت المملكة العربية السعودية. مدير المركز اللبناني للأبحاث والاستشارات السيد حسان القطب، شكرا جزيلا لك.